أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح منهج اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هندرس مع بعض قواعد الدرس الثاني من الوحدة الثانية، وهو بيتكلم عن استخدام الضمير الشخصي أون. استخدام الضمير الشخصي أون. بكل بساطة هنعرف مع بعض كلمة سر علشان نفهم الدرس. كلمة السر في القاعدة دي هي ابحث عن المفعول. ابحث عن المفعول. هيجيب لك جملة ويقول لك استخدم الضمير الشخصي أون. فأنت بتدور على المفعول وبتشيل هذا المفعول وتحط بداله الضمير الشخصي أون. ولكن المفعول له شروط. أولا لازم يكون هذا المفعول مباشر ومسبوق بأداة نكرة أو أداة تجزئة أو كمية أو عدد. تاني، شروط المفعول أن يكون مسبوق بأداة نكرة أو أداة تجزئة أو عدد أو كمية. يعني لازم يكون المفعول به أولا مباشر. يعني إيه مباشر؟ يعني غير مسبوق بحرف جر، ويكون هذا المفعول مسبوق بأداة نكرة. طيب إيه هي أدوات النكرة؟ هي أن أو إن أو دي، هما دول أدوات النكرة. طب ناخد مثال عليهم. المثال بيقول فابيان مانج أن ساندويتش. فابيان مانج أن ساندويتش، يعني فابيان بيأكل ساندويتش. ابحث عن المفعول. زي ما قلنا كلمة السر ابحث عن المفعول. المفعول هنا هو أن ساندويتش، الشيء اللي بيتاكل هو الساندويتش. فهذا المفعول أنا بشيله وبحط بداله الضمير أون، فأقول إيل أون مانج أن. إيل أون مانج أن يعني إيه؟ إيل أون مانج أن. إيل يعني هو، يعني فابيان. طبعا ينفع أقول فابيان، بس المرة دي أنا بقول هو. هو ماله؟ أون مانج يعني يأكله. أن يعني واحد. إيل أون مانج، إيل أون مانج أن يعني يأكل منه واحدا. مثال تاني، فابيان مانج إين أومليت. فابيان مانج إين أومليت يعني فابيان بيأكل عجة. ابحث عن المفعول. المفعول هنا هو الشيء اللي بيتاكل اللي هو الأومليت. أنا بحذفه وبحط بداله الضمير إن اللي هو أون، فأقول إيل أون مانج إن. إيل أون مانج إن يعني هو يأكل منها واحدة. مثال آخر، فابيان مانج دي فريت. فابيان مانج دي فريت. فين المفعول؟ المفعول أولا هو دي فريت، أنا بشيله وبحط بداله الضمير ان، فأقول il en mange. il en mange هو يأكل منه. إذن احنا كده استخدمنا أدوات النكرة الثلاثة ان وان ودي، بشيلهم وبشيل المفعول بتاعهم وبحط بداله الضمير الشخصي ان او ان. ملحوظة على أدوات النكرة، أن وإن يبقيا كما هما بعد التحويل زي ما احنا شفنا في الأمثلة اللي فاتت، ولكن ده ساعة الإثبات فقط لما أحول الجملة وتكون جملة مثبتة. أما لو كانت جملة منفية فلا أضع أن وإن. ناخد مثال على كده، فابيان مانج أن ساندويتش. التحويل هيكون إيل il non mange pas. il non mange pas يعني لا يأكل منه. يتم استخدام الضمير أون لو جاء قبل المفعول به أداة تجزئة. يتم استخدام الضمير أون لو جاء قبل المفعول به أداة
تجزئة. ناخد مثال: Luca mange du poulet. Luca mange du poulet يعني لوكا يأكل بعض من الدجاج. الدجاج هنا هو المفعول به، وهو مسبوق بأداة تجزئة. فلما تجيب عن سؤال زي كده، فأنت هتحذف المفعول به، وكمان هتحذف أداة التجزئة، وتضع بدلا منهم الضمير on، فتقول oui il en mange. Oui il en mange يعني نعم هو يأكل منهم. مثال آخر: Luca mange de la viande. Luca mange de la viande. Luca يأكل اللحمة أو يأكل بعض من اللحمة. هنا برضو اللحمة هي المفعول به ومسبوقة بأداة تجزئة اللي هي de la. فلما تجيب على السؤال ده بتحذف المفعول وتحذف أداة التجزئة وتضع بدلا منهم الضمير الشخصي on، فتقول oui il en mange. Oui il en mange نعم هو يأكل منهم. مثال آخر: Luca mange des fruits. Luca mange des fruits. Luca يأكل الفواكه. هنا برضو الفواكه هي المفعول به المسبوق بأداة تجزئة للجمع اللي هي كلمة دي. فلما تجيب على هذا السؤال تحذف المفعول به وتحذف أداة التجزئة وتضع بدلا منهم الضمير الشخصي on، فتقول oui il en mange. Oui il en mange. نستخدم الضمير الشخصي on لو جاء قبل المفعول عدد. لو جاء قبل المفعول عدد 1 2 3 4 وهكذا. فمثلا تقول Remy a 3 livres. Remy a 3 livres يعني ريمي عنده 3 كتب. ده سؤال. طيب الإجابة هنا مش زي ما احنا متعودين بنحذف المفعول به وبنحذف الأداة اللي قبله، لا. المرة دي لما يكون قدامك عدد تحذف المفعول به فقط، وتحتفظ بالعدد في حالة الإثبات، وتحذفه في حالة النفي. نقول كمان مرة: لما يكون المفعول به يسبقه عدد، تحتفظ بهذا العدد أثناء الإجابة ولو كانت الإجابة مثبتة، أما لو كانت الإجابة منفية فتحذف هذا العدد أيضا. طيب تعال نجاوب مرة بالإثبات ومرة بالنفي. السؤال كان بيقول Remy a 3 livres. Remy عنده 3 كتب. لو قلت نعم هو لديه 3، هقول Oui il en a 3. Il en a 3 يعني هو لديه منهم 3. يعني خلي بالك دلوقتي ان الضمير الشخصي en جاء بدلا من المفعول، مش بدلا من المفعول والعدد. خلي بالك من الحتة دي، احنا هنا احتفظنا بالعدد في الجملة المثبتة. طب لو الجملة منفية هنقول no il n'en a pas. No il n'en a pas يعني هو ما عندوش منهم. دكوه؟ يبقى دلوقتي نفتكر تاني، العدد ينزل زي ما هو في الإثبات أو في الإجابة المثبتة، ويحذف في الإجابة المنفية. طيب ملحوظة كمان: مكان الضمير الشخصي on، مكان الضمير الشخصي أنا بكتبه فين في الجملة؟ بكتب الضمير الشخصي on قبل الفعل في حالة الإثبات، قبل الفعل في حالة الإثبات، وراجع الأمثلة السابقة. وفي حالة النفي نضع الضمير الشخصي والفعل بين جزئي النفي ne و pas. في حالة النفي نضع الضمير الشخصي والفعل بين جزئي النفي ne و pas. زي المثال الأخير اللي قلناه اللي كان بيقول no il n'en a pas يعني لا هو ليس لديه منهم. طيب عندنا حاجة تاني اسمها الظروف الكمية، وهي كلمات بتدل على كمية الشيء سواء كان كثير أو قليل،
ومن أمثلة الظروف الكمية دي بوكو دو يعني كثير من، أسي دو يعني ما يكفي من، بو دو قليل من، ترو دو يعني كثير من برضو، بليزيور يعني العديد، بلو دو يعني كثير من، موان دو يعني قليل من، اوتون دو يعني كثير من. تلاحظ ان في اكثر من كلمة معناها كثير من، وده شيء ما فيهوش اي مشكلة. طيب ايه حكاية الظروف الكمية دي كمان؟ الظروف الكمية مثلها مثل الارقام. احنا كنا بنتكلم في جزئية الارقام او الاعداد، لما يكون هناك عدد قبل المفعول ينزل العدد في حالة الإثبات ويحذف في حالة النفي. برضو نفس الفكرة، لما يكون في ظرف كمي قبل المفعول ينزل هذا الظرف الكمي في حالة الإثبات ويحذف في حالة النفي، مثل حالة الأعداد بالضبط. ناخد مثال: Elle mange beaucoup de fruits. Elle mange beaucoup de fruits. علي يأكل كثيرا من كثير من الفواكه. الإجابة لو نعم: Oui, il en mange beaucoup. Il en mange beaucoup. طيب لو الإجابة لا أو الإجابة منفية: No, il n'en mange pas. Il n'en mange pas. يعني لا يأكل منهم. وهنا افتكر وضعت الضمير الشخصي والفعل بين جزئي النفي نو وبا، وحذفت الظرف الكمي. ولاحظ أيضا حذف حرف الجر د. ناخد مثال آخر. لو قلت جملة طويلة زي دي مثلا: Les Français mangent plus de pain que les Anglais. Les Français mangent plus de pain que les Anglais. يعني الفرنسيين يأكلون الخبز أكثر من الإنجليز. طيب لو بصيت في الجملة دي كويس هتعرف إن المفعول هنا هو الخبز نفسه، اللي هو كلمة pain. وخلي بالك كلمة pain مسبوقة بكلمة أو بالظرف الكمي plus de. لو جالك في الامتحان وقال لك استخدم في هذه الجملة الضمير الشخصي أن، فأنت هتعمل إيه دلوقتي؟ هتحذف فقط المفعول وكلمة دو وتعوض عنهم بالضمير الشخصي إن أو الضمير أن، فتقول Les Français en mange. يعني إيه en mange؟ يعني يأكلون منه، اللي هو مين؟ اللي هو الخبز. يبقى Les Français en mange plus que les Anglais. يعني يأكلون منه أكثر من الإنجليز. دكار؟ ملحوظة أخيرة: لو استخدمت الضمير الشخصي on مع صيغة الأمر المثبت مع الضمير تي، فأنت كده لازم ترجع حرف الإس اللي كنا بنحذفه لما كنا بنعمل صيغة الأمر مع الضمير تي. افتكر معايا ان انت لما كنت بتصرف الفعل مع الضمير تي في صيغة الامر، لو كان الفعل من المجموعة الاولى او لو كان من المجموعة الثالثة ويصرف مثل المجموعة الاولى، انت كنت بتحذف حرف الاس لما كنت بتصرفه مع الضمير تي. اما لو استخدمت الضمير الشخصي اون فانت بترجع حرف الاس تاني. فمثلا تقول Mange des fruits. Mange des fruits. يعني كل فواكه. ده صيغة الأمر. كل فواكه. المفعول هنا هو كلمة فواكه ومسبوقة بأداة تجزئة للجمع. فأنت بتحذف المفعول، بتحذف الفواكه وبتحذف أداة التجزئة وبتعوض بدلا منها بكلمة أن اللي هي الضمير الشخصي أن. وخلي بالك أن الضمير الشخصي أن يأتي بعد الفعل في صيغة الأمر، بعد الفعل في صيغة الأمر. فتقول مانج أن مانجون، يعني كل منهم. هم مين؟ هم الفواكه اللي هم المفعول اللي أنا حذفته.
دكار؟ يبقى حرف الاس يعود الى مكانه لو استخدمت الضمير الشخصي اه مع الضمير تي في صيغة الامر. وهتظهر قدامك على الشاشة دلوقتي تدريبات على الضمير الشخصي اه. اضغط على زر الايقاف وحل هذه التدريبات وانا هراجع لك الحلول فورا. اهلا بكم مرة تانية. وبكده نكون انتهينا من شرح قواعد الدرس الثاني من الوحدة الثانية. اتمنى يكون عجبكم واتمنى يكون مفيد لكل طلبة. وياريت نعمل لايك وكومنت وشير للفيديو علشان يوصل لكل طلبة اللي ممكن تكون محتاجة انها تذاكر المادة. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم قريبا جدا. اغفر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى كمان انكم تعملوا 3 اشياء مهمة جدا. 1 لايك للفيديو، 2 كومنت للفيديو، 3 شير للفيديو. عندي امل اننا نعمل شير للفيديو 100 مرة. وكل اللي هيعمل لايك او كومنت او شير للفيديو سواء على اليوتيوب او الفيسبوك هيكون ليهم عندي هدية حلوة جدا. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم. أغفر.